الأفارقة اليوم توافدوا من كثير من الدول، أكثر من 50 دولة ينهضون في هذه المظلة الإفريقية التي بادر فخامة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد لأجل أن يعطي هذه الفرصة للشباب والقيادات الشبابية أن يبدعوا في مجالاتهم باختلاف كافة يعني توجهاتهم وكذلك تخصصاتهم، حتى تكون القارة الإفريقية خير حاضنة لهم ليتغلبوا بذلك على كافة التحديات. نحن نؤكد على أن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وكذلك هذه التحديات متسلسلة، هي عظيمة جدا، ومع ذلك الإصرار الإثيوبي والإفريقي قادرون جميعا بإذن الله أو قادر على أن يتجاوز هذه التحديات بخير النتائج وبأفضل النتائج، وهذا ما نطمح إليه، وهذا هو المرجو من هذه القمة أو من مخرجات هذه القمة التي شرفها معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دمكة مكنون.